على طاري الدوري، رأيك بكل صراحة وتجرد بدوري الهواة الكويتي؟ بالنسبة لي أنا أشوفه جدا مميز، مع ما يذكر من قصور، مع ما يذكر من ما في شيء كامل بكل تأكيد يعني. ولكن يا أخي هذه يعني إشعال شمع أفضل من أنك تلعن الظلام. فوجود الدوري هذا بالكيفية بالطريقة اللي هو عليها شيء جدا مميز. بعدين الحدية التنافسية في المباريات، يعني فرق جدا قريبة من بعض يا أخي، تتولد متعة، يتولد شغف. صحيح. ودك انك تروح تشوف ربعك. بعدين يعني زادت المعرفه بالشباب الموجودين الى اكبر من مجرد كره. زين، ويعني مكان نستغل فيه وقتنا، نستغل فيه في مجهودنا. فلا، فكره جدا سديده.